يمكن من أكتر المشاكل بتقابلنا لعلاج أي مريض مصاب بسرطان الفم إنه بيوصل للمستشفى للكشف والتشخيص متأخر جدا، وده نتيجة عن عدم معرفة بالأعراض أو التغيرات اللي ممكن تحصل، أو إن أحياناً يتم التعامل مع الأعراض والتغيرات بالشكل الخاطئ. للأسف ده بيصعب وبيطول خطط العلاج، وعشان كده عملنا مبادرة في مستشفى طب أسنان جامعة أسيوط للكشف والتوعية بأمراض الفم بالمجان، علشان نحاول نصحح مفاهيم خاطئة ونساعد أهلنا في محافظة أسيوط وجميع محافظات صعيد مصر. التشخيص المبكر مهم جدا للوصول لنسب شفاء عالية بإذن الله تعالى. اطمن، اتعرف، شارك. اطمن على نفسك وأسرتك، اتعرف على الأعراض أو التغيرات في أنسجة الفم، شارك معنا في توعية الناس وتوجيههم للعلاج السليم. اطمن، اتعرف، شارك. موعدنا يوم السبت 27 أغسطس من الساعة 8 صباحا للكشف والتوعية بأمراض سرطان الفم بالمجان. أهلا وسهلا بكم في رحاب مستشفى طب الأسنان جامعة أسيوط.